الطي والنشر من المحسنات المعنوية، لأن هناك محسنات لفظية، والطي والنشر هو أن يذكر متعدد ثم يذكر ما لكل واحد من غير تعيين ليفهم السامع بنفسه ما لكل واحد ما يخصه. والطي والنشر نوعان، النوع الأول أن يكون النشر مرتبا على الطي، مثاله قوله تعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار، ذكر الليل والنهار هذا هو الطي. ثم يأتي النشر مرتبا: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، هذا يخص الليل، ولتبتغوا من فضله، هذا يخص النهار. فنرى أن كلمة الليل هي أسبق في الذكر من كلمة النهار، وجاء النشر مرتبا. النوع الثاني أن يأتي النشر غير مرتب، كما في قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال: فمحونا آية الليل، ما هي آية الليل؟ القمر. وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار الشمس. ثم لم يرتب، قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا يعود إلى النهار. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا يعود إلى القمر. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.